السلام عليكم مين يا جماعه؟ زي ما قلنا كل يوم بتشيل احلى 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا اللي مشرفينا والناس اللي متابعينا النهارده. ان شاء الله رايحين لناس عندهم ذكر وانثى روب دول عايزين يجوزوهم ومش عارفين يجوزوهم ولا عارفين يتعاملوا معاهم، وبيقول لك الكلب مره يهوهو مره يزوم على النتايه، النتايه مره تزوم عليهم، فطبعا مش عارفين برضو ايه السبب وايه الدنيا. وبيقول لك الدكر كان هيعضهم، طبعا هنروح ونشوفوا ايه الدنيا وبنصوره عشان برضو زي ما قلنا عشان لو اي حد عايز يعرف ازاي يجوز او يعرف ازاي يتعامل يبقى احنا في الفيديوهات بنوري لك ازاي اللي انت تتصرف عشان لو ما عرفتش اللي انت هتجوزهم. ويلا بينا نشوفوا ايه المشكله. احنا بنغرق يا جدعان، هغيسونا هغيسونا. ربنا بقى يتولاه وربنا معاه. وصلنا بس مش عارفين بقى ان هو جنب هنا بقى المعمورة جوه ولا المعمورة بره ولا ايه الدنيا. الجو ساقع بس اهم حاجة الحمد لله اللي الجو والدنيا ما بتشتيش، هو ده اهم حاجة. وبعدين يعني الحمد لله الواحد بيحب يخدم الناس الحمد لله، يعني الجو زي دوت والدنيا عندي بايظة في المزرعة وعمال شغالين، بس الواحد بيستحرم يقول لحد لا طالما ايه قريب مثلا مني او كده اهو، لان الجوازه عبال ما الحيضه بتفوت بتقعد 4 شهور 5 شهور وتبقى حرام يعني. يلا ربنا المستعان، يا رب بقى يجي وينكس. الو ايوه، معرفش عايزين تحطوها في الشنطه ماشي. طيب لو عايزين تحطوها في الشنطه مفيش مشكله، اركبي في الشنطه يا زوزو. طيب ماشي اركب يا باشا المكنه ويلا وعيش. واحده تحت والباقي فوق. ايوه واحده تحت والباقي فوق. النهارده عندنا قصه خطيره يا جماعه، اول كلبين يتجوزوا في مصر. فين المفاتيح؟ وصلنا الحمد لله، الجو ساقع فلازم نتدفى بقى. شوفوا بقى نص فرخه، سندوتش البرجر، سندوتش الشاورما كده، اي حاجه كده اهو. يلا بينا نشوف المشكله ايه. الوحيد اللي هيتدفى النهارده كيكو. عايزين نشوفه بقى، نبصوا بقى على النتايج نشوفوا الاول ايه الدنيا. انتوا ايه المشكله بقى كان معاهم؟ انتوا جربتوا حاولتوا معاهم؟ حاولنا مع النتايج ومع الذكر ما بتزوم عليه. كلب عويله مايكل. والله كان معقول. انت كده شوف في ارض الواقع. اول مره يتجوز. ايه
ايه مش ماشي شمال؟ هي اول مره وهو اول مره. تعالى يا حبيبي لسه مال بص لي كده مال ايه لول ايه برضه ايه مخضوضه مخضوضه اوعى تقول اوعى تيجي جنبي يا حبيبي ايه لول مالك يا حبيبي؟ هي عارفه ان انت هتجوزها خلي بالك. بس تعالى يا حبيبي بس يا توتا مال يلا شويه انا عايز طيبه توتا خلينا كمامه كده دلوقتي هات الضهر يوم الجاي احنا بنلبسه الكمامه لان ممكن الكلبه تبقى خايفه مع الخوف ممكن تعضك عضه خوف. طبعا لازم زي ما جينا قلنا اللي احنا نبص على النتايه الاول نشوف الفرج بتاعها في مشكله حايده فعلا ولا مش حايده منظفه. استنى انت كده ايه 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 هتوقعين نبص الاول نشوف النتايه. بس يا حبيبي زي ما انت شايف بص هي النتايه خايفه راحت عملت ايه؟ عملت حمام اهي. تعالي كده حبيبتي عايزين صاحبها بس يقف جنب النهايه يهديها. انا معاك اهو عشان النهايه خايفه. ايه يقول بس يقف بس ايه ايه بس يقف بس يا حبيبي. هي النهايه حايده و يعني بتقفل منظفه اهي. فالفرج هنا بص ضيق صغير. فهنجربه بقى ايه مع الدكر. طيب الدكر موجود هنا ولا هنبعتهم يجيبوه من تايلاند؟ لا لا ده الدكر اصلا قاعد جوه بيزحف عليها. مسائل الحياه ايه يا كوك؟ تلاقيش بس يا راجل انت ايه؟ انا يا عم مش عارف بس بالراحه 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 امسك النتايه. شوف داخل عليها ازاي؟ ركز يا مودي جدع شاط. لا من هنا ايوه من هنا شاط. جود جير جود جير جود جير جدع شاطر. تعال يلا يلا ماشي جدع. تعمل هنا والله من هنا. تعال شيتو استاذ هي اهي مش انا اول مره. تعال تعال ماشي شاطر شاطر. اخد الوضع بس يا بلو. اه ده موت اه ده موت. استنى هو ايه اللي نزل؟ ارفع الكلب طيب بدل ما انت عمال تتفرج يا اخي. ايه اللي نزل يا بص انت بقى اتفرج بقى. لا استنى 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 اتجوزني برضه برضه لسه يا جدعان يا دوبك يعني كان بيطلع هوا من يومين. اه والله لسه متجوز جديد يا عم. مودي استنى يا ابني شايف والله العظيم هو شايف؟ ايه ده انت ايه ده ماشي سيب يلا جدع جدع ماشي اوجع عليا. جود جير جود جير حاج جود جير حاج العكس جود جير جود جير. نو 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 الله ينور يا وائل. ارفع الكابل بس ارفع لي بدل ما انت جاي انت جاي تتفرج دلوقتي وتتعب. تمسك بلو يا عم ما تطلعش شوت انت خالص. شد الكابل شد الكابل جود جير يا بلو جود جير جود جير جود جير. بص بقى انت مودي بقى رايق. بص انزل يا عم اتعلم. انا بقول ما انت عايز تتعلم تبقى انت فاتحه شويه عشان تعرف تبص. احنا ما بنصدق نشبط لان النتايه بتقفل. شبط طيب مش عارف يا مايكل. نعم الله ينور صاحبك ده مش عارف يعمل حاجه. جود جير اما ده طبيعي. اتعلم يا محمد. الناس بتاعت جود جير ياما مش محمد اتعلم عشان انا شايف شايف والله يا جماعه في انت شايفين اللي بعمل. خلي بالك يا صاحبي الوضع ده اقسم بالله مش سهل. جود جير جود جير جود جير. بس خلاص خلاص ده دي عايزينه ايه؟ ايوه كده ايه ده هو مالك في ايه؟ لا هي عادي بص عادي بص 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 ايه؟ ايه ده؟ نازلين خالص. اي خدمه يا ريس ها؟ مش هنفكوا اي خدمه. الله ينور. ايه ده ايه ده؟ ايه يا حم؟ بص لزقه ازاي؟ وضع الالتصاق. مايكي ايه؟ تعالى مايكي. الحق يا مايكي. ايه؟ نفخ عكس يا مايكي. ايه اللي نفخ عكس؟ الحق الكلب يا مايكي. هيتقطم يا مايكي. هو ايه اللي هيتقطم؟ ما هو كده هيتقطم. مش هيتقطم هو كده. هيتقطم والله اهو. هو كده. اهو تعالى كده. هو كده. ولا ركبوا عليه خدها محمد. ركبوا عليه محمد. يا ابني هو كده هو كده
مايكل هيتقطم والله. لا يا عم مش يعني هو احنا ينفع نتكلم مع مايكل؟ بص هو من طبيعي كده هو جايز. انت اول ما تشوف كلاب متجوزه بشوف الكلب نوت كده يا عم. الكلب بتاعته بيبقى كده يا عم مش كده. هو انا اتعلمت بقى الكلب هموت واعرف هو ازاي شاحت كده. اول مره اشوف يا جماعه. هو اول مره اشوف كلاب. هي دي ربنا عاملهم كده اهو. ده الكلب الحاجه الوحيده الحيوان اللي بيبقى كده اهو. وربنا هيتقطع يا مايكل. ربنا هيتقطع. تعالى كده حبيبتي تعالى كده. جود جيت. طب نطلع ونسيبهم طيب؟ ايوه ما خلاص كده خلاص. هو كده يعني انت كده متجوز يا جماعه. جوازه ايه النتنا اللي انت معذبنا؟ يشوف جوازه يا ابني انت معذبنا وجايبين. بص حمسها لك. هو ربنا عامل للكلاب دي كده بس. يعني اسال السؤال يا مايكل. هو هقول لك اهو احكي لك اهو. هو تعبنا ومخلينا جايبين مدرب عشان يركب غلط. يعني حتى في كمان تعبتنا يا عم. هو ده كده الوضع. لان ده اصلا الحيوان المنوي بتاعه بيضخ كل خمس ثواني نقطه. كل خمس ثواني نقطه. لو احنا نتحرك عشان كده بيقعد من ربع ساعه لساعه الا ربع. فبيقعد من ربع ساعه لساعه الا ربع. يعني بيفضلوا كده من ربع ساعه لساعه الا ربع لازقين. حسب مود ده ربع ساعه نص ساعه. لان هو بص بيضخ الحيوان المنوي هو ربنا عاملها خمس ثواني نقطه. خمس ثواني نقطه عشان كده ربنا عامل لهم كده اهو. هو بينزل من تحت كده اهو. لان هو الكلب اصلا بيعمل ايه؟ بيخش كده اهو بينفخ جوه عند الانسان. ما فيهوش يعني بيخش عشان كده لافف. ما فيهوش عظم يعني. لا 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 في عظم طبعا. لا ما فيهوش عظم. هو بص غير الحيوانات الثانيه الحصينه الحمير البقر الفيل الفيل كله بيطلع فبينطر مره واحده برضه يعني الصراحه النبي. ايوه بس هو دول بينطر مره واحده. بالظبط دول بينطر مره واحده. لكن الحاجه الحيوان الوحيد اللي بيشتغل كده هو كل خمس ثواني نقطه نقطه. ده احنا كل ثلاث ايام نقطه. والحمد لله هسيبك انا بقى في وضعك. على فكره بقى دي اغرب جوازه من نوعها. والله يعني احنا كلبنا مميز يا جدعان. اول مره تصادفني حاجه زي كده. واول مره كلب يبقى ما فيهوش عظم بيلف. يلا وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده. ونرجو ان تكونوا استمتعتوا معانا. ولهنا سادتي وسادتي ده على حلقتنا اليوم. والى اللقاء في الحلقه القادمه. Thank you.